بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أبشر حضراتكم أن تم تسليم قطعة أرض الوحدة الصحية بحدائق الأهرام إلى هيئة الأبنية التعليمية في حضور المسؤولين عن الوحدة الصحية بالهرم ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية. عاوز أشكر معالي السيد المحافظ أحمد راشد وأقول له ألف ألف شكر يا فندم. أشكر رئيس الحي سيادة اللواء خالد عصر، أشكر الأستاذ أمجد رئيس قطاع حدائق الأهرام، أحب أشكر دكتورة سماح زوين، أحب أشكر دكتورة إيمان عبد الرحمن، أحب أشكر مجلس إدارة جمعية تعمير صحراء الأهرام بقيادة المهندس تامر الشحات. بشكركم كلكم وإن شاء الله خير وحاجة عظيمة لأهالي حدائق الأهرام، واللي جاي إن شاء الله نبدأ نسعى برضو في المستشفى اللي تخص حدائق الأهرام، وبإذن الله خير وتحيا مصر.